طبعا من الاشياء الغامضه عندنا انه ما نعرف حقيقه العلاقه بين المجتمع الاسرائيلي والمجتمع الايراني. هناك علاقه وطيده جدا، هناك علاقه تواصل. ايران لا زالت تحتفظ بكل اليهود الموجودين فيها. اسرائيل لديها قراءه قويه للواقع الايراني. الواقع الايراني في داخله في حد ذاته ليس لا يحمل الرفض الكبير لاسرائيل مثل ما لدينا نحن العرب، وبالتالي المحاكاه بين الامتين هي تختلف عن محاكاتنا احنا فيما بينهم. فلذلك عندما تقول اسرائيل تحاول ان تدرس او تستهدف او تخلق ايديولوجيا او معتقد في التلاعب بنظم المجتمعيه ونظم الطبقيه ونظم الداخليه في ايران، هذا لا يستغرب. ايران السوق يحركها والطبقات تحركها، وبالتالي ايران بلد سوق وبازار، واللي يستطيع ان يلعب في خلق توتر بين الطبقات او يخلق توتر في داخل توازنات السوق الايرانيه سيستطيع ان يستخدم هذه الاداه في تغيير كثير من المعادلات في داخل ايران. فاذا ما اسرائيل ارادت الدخول في هذا فطبعا امر غير مستبعد، وهل سيكون له تاثير في الداخل الايراني؟ هذا مؤكد عبر التاريخ. البازار دوما له كلمه وتوازنات السوق لها كلمه، على الرغم ان هذا النظام السياسي حاول ان يضرب قوه البازار ووضع كل منظومات النظام الإيراني أو الاقتصاد الإيراني تحت يد الحرس الثوري، بمعنى أنه كانت كثير من هذه البنى التحتية للاقتصاد الإيراني والقطاعات الاستراتيجية كانت نوعا ما بين الشاه ومنظومات بين المحالفين له من الطبقات. الآن هذه المساحة كلها من الشاه إلى تلك الطبقات استحوذ عليها الحرس الثوري الإيراني، وأصبحت إيران عبارة عن كانتونات مقطعة لا يربطها إلا الحرس الإيراني بمنظومة الأمنية والاقتصادية، ولكن تبقى هناك طبقات وهناك فئات مستفيدة إذا ما استهدفت فسوف تحرك الطبقة ما تحت الوسطى في الشارع الإيراني، وربما هذا سيكون عامل ضغط إن لم يكن ربما بادر وعامل التغيير مثل ما تعلمنا في تاريخ إيران. طيب في ظل ما يحدث من ضغط على الداخل الإيراني كما نتحدث الآن وعلى محطات الوقود وهذا الأثر على الطبقات اللي موجودة وتحديدا الطبقة الوسطى في إيران، هل تعتقد بأنه بقي سبب لإيران للمطاولة أكثر في قضية المفاوضات النووية والعودة للاتفاقية النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ إيران أعتقد يعني كانت في المرحلة السابقة تريد التصعيد باتجاه تصنيع السلاح النووي، وحاولت أن تسرق من الوقت وتسرق بعض يعني لنقول بعض الظروف السياسية لأجل المطاولة وإنتاج سلاح نووي لكي تضعه على الطاولة. لا نعلم كم إيران تفكر في التراجع عن هذا الهدف في هذه الأسابيع الأخيرة، ولكن قبل أسابيع قليلة كانت إيران تسير بهذا الاتجاه بلا شك. الآن نحن دخلنا في مرحلة جديدة. إيران أنا أعتقد يعني بدأت تدخل في حالة من الصداع، حالة من الهذيان، حالة من لأنه لا تعرف هل صداقتها مع الصين تنقذها، هل الضغط على الشرق الأوسط ينقذها، هل التمادي في تصعيد السلاح النووي ينقذها، هل الضغط على إسرائيل، تحريك الميليشيات، خلق قلق في المنطقة، كل هذا إيران تمسك بألف عصا وألف بيضة في يد واحدة. وبالتالي إيران بدأت الآن تمسك بألف يعني أداة ولا تعلم أي الأدوات تنقذها. إيران في نهاية المطاف أنا أعتقد الزمن ضدها وضد النظام، وهذا الزمن المستقطع لجاية خسرة هو زمن يكلفها كثيرا بردود أفعال ارتدادية من الداخل الإيراني.